السلام عليكم يا حبايبي، يا رب كده يكون الجميع بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. دول طبعا الصور دي زي ما انتم شايفينها كده، دول أبطال فيلم لص بغداد، هيتعرض إن شاء الله في جميع دور السينما في الوطن العربي 2020 إن شاء الله بإذن الله. يعني خلاص هو تقريبا يعني خلاص بدأ يتعرض، يعني زي ما احنا شايفين الأبطال اللي الفيلم كده.